بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت فيما يرى النائم لكأن في إحدى إصبعي سمنة وفي الأخرى عسلة، فأنا ألعقهما، فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان؟ فكان يقرأهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى سجدتها قال: رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال: فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. وعن ابن شهاب عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت الأنصاري، وخزيمة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. قال ابن شهاب: فأخبرني عمارة بن خزيمة عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خزيمة بن ثابت رأى في النوم أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فاطلع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد على جبهته. وعن عمارة بن عثمان ابن سهل بن حنيف يحدث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، فإن كان ليس به بأس وكان أعجب لرؤياه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني دخلت الجنة، فسمعت بها وجبة ارتدت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جيء بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان حتى عدت 12 رجلا، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك. قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أودادهم، فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر الشدخ أو إلى نهر البيدج. قال: فغمسوا فيه، فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بشرى فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله، كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان حتى عد 12 الذين عدتهم المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالمرأة. قال: قصي على هذا رؤياك. فقصت. قال: هو كما قالت يا رسول الله. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد ذكرها شارح المسند في ما جاء من رؤى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الرؤى ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وساقه الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال: رأيت فيما يرى النائم لكأن في إحدى إصبعي سمنة وفي الأخرى عسلة. ده عبد الله بن عمرو بن العاص شاف إنه صابع واحدة فيها سمن والأخرى عسلة. قال: فأنا ألعقهما، فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان؟ فكان يقرأهما. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابة رواية من التوراة أو رواية لمواعظ أهل الكتاب يذكرها، توسع من في ذلك
وإن كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن قراءة التوراة، ولكن عبد الله بن عمرو وجد في غزوة من المغازي زنبيلا أو زي شوال في كتب صحائف من عن بني إسرائيل، فكان يقرأ منها، قرأ منها لعله مترخصا بما جاء في هذا الحديث، يعني قرأ منها، أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني عجائب بني إسرائيل، فهو قرأ أشياء من عجائبهم ومن قصصهم، فكان يسوقها على وجه العبرة وليس على وجه التشريع، ولكن على وجه العبرة، فكأنه أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يحدث عما كان فيه من عجائب، فهو قرأ بعضا من صحفهم وحدث بهذا الشيء مترخصا بما جاء في هذا الحديث، وأيضا بهذه الرؤية التي رآها أنه كأن على إحدى إصبعيه عسلة وعلى الأخرى سمنة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقرأ الكتابين، يعني حيكون من أمرك أنك هتقرأ القرآن وهتقرأ شيئا من التوراة، فكان. طب هل هنا أن قراءة التوراة جائز الإنسان المسلم يأخذ التوراة ويقرأ منها؟ الراجح لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أن يكون على وجه المدافع عن دين الله عز وجل فيقرأ ليرد على هؤلاء، أو إذا كان على وجه أن إنسان حدث عن عجيبة من عجائب بني إسرائيل أنه كان فيهم كذا أو كان فيهم كذا من الأشياء التي يعتبر بمثلها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه يوما صحيفة من التوراة، فسأله ما هذا يا ابن الخطاب، فقال صحيفة من التوراة قرأتها، أو إن كتبها لي أحدهم يعني يقرأها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فالأصل أن المسلم يكتفي بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى وبالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقرأ في غير ذلك إلا على وجه الرد في المناظرات لهؤلاء على أهل الكتاب من أشياء يتكلمون عن دين فيرد عليهم ويجادلون بالتي هي أحسن، كما جاء في القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فلن يقدر على الجدل والرد عليهم إلا من اطلع على ما هم فيه من أمور. من الرؤى رؤية لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ساقها الإمام أحمد بإسناد صحيح وإن كان ظاهره فيه إرسال، أنه رأى رؤية ده أبو سعيد الخدري أنه يكتب صاد، يعني بيكتب سورة صاد، فلما بلغ إلى سجدتها قال رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرتهم قلب ساجدا. هذه أبو سعيد الخدري في الرؤية شاب بيكتب سورة صاد لغاية ما وصل للآية اللي فيها سجدة، خر راكعا وأناب، فرأى أن كل ما في يده الدواء اللي بياخد منها الحبر، القلم اللي في يده، الصحيفة اللي معه، كل شيء معه سجد لله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر أنه هو أو غيره لما قرأ سورة صاد كانت شجرة بجواره فسجدت الشجرة مع سجوده في سورة صاد، وسمعها الشجرة تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم هو أو غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك سورة صاد وسجد فيها وقال ما قالته الشجرة، قال اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فيشرع أن الإنسان إذا سجد في هذه السجدة وغيرها أن يقول هذا الذكر الذي قالته الشجرة وقاله النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك، وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث لسقها الإمام أحمد هنا بإسناد فيه ضعف، حديث لخزيمة ابن ثابت أنه رأى في النوم أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا في الرواية أنه جاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، شاف أنه حاطط رأسه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ساجد على جبهته صلى الله عليه وسلم. في الرواية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع له أمال رأسه يعني عشان أنه يسجد عليه. في رواية أخرى قال إن الروح لا يلقى الروح، وأقنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهته، وأقنع معنى رفع جبهته حيث الرجل يضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه رأى
هو لخزيمة يعني أنه رأى في منامه أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته. هنا من النبي صلى الله عليه وسلم الفعل هذا فيه اختيار أسهل الأشياء، اختيار أسهل الأشياء. الرؤى قد يكون فيها لها معاني من المعاني، معنى حسن ومعنى آخر غير حسن، فأسهل ما يكون فيها التعبير بالشيء القريب السهل اللي يبعد عن غيره. فهنا لما رأى أنه يسجد على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لعلها تؤول بشيء بعيد معناه غير طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسهل شيء لا يؤولها على هذا الشيء ولكن يحققها له. أنت شفت تسجد عليه، طيب تعالى اسجد على جبهته، ولا يؤولها له على شيء لعله يسوءه هذا الشيء. فالرجل أمال له النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فسجد على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث الآخر أنه رأى أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل. التقبيل في المنام له معاني، أنه قد يكون من باء التقبيل أنه قبول الشيء، قد يكون التقبيل معناه الرواية بأي شيء صدق أو كذب، قد يكون التقبيل فائدة من واحد من الاثنين اللي بيقبل واللي بيقبل. هنا فيها معاني حسنة وفيها معاني غير جاري. أسهل شيء إيه؟ تعالى قبلني زي ما قبلتني في المنام، وخرائبه هو تأويلها أنه تحقيق هذا الشيء الذي رأاه من غير ما يكون فيه تأويل وصرف له عن شيء قد يذكره فيقع على النحو الذي قاله، فتحقيقه أسهل من تأويل. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، يعني اللي بيقص رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعرفه ولعله لا يعرفه، الذي لا يعرفه يسأل عنه أنه هذا إنسان يعني طيب إنسان صالح، فإذا أخبروه بذلك كان هذا أعدب لرؤياه. فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة. المرأة بتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا رأتها. قبل ما تأتي هذه المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية مجموعة من الصحابة للجهاد في مكان، ولسه ما رجعش هؤلاء القوم. فالمرأة بتقص هذه الرؤيا أنها دخلت الجنة في الرؤيا يعني، قالت فسمعت بها وجبة، سمعت صوت حاجة سقطت وارتدت الجنة من سماع الصوت اللي الشيء هذا. قالت فنظرت فإذا قد جيء بفلان بن فلان وفلان بن فلان حتى عدت 12 رجلا، ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم 12 واحد من أصحابه إن جيء بهم إلى الجنة. قالت الراوي يقول وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك. قالت المرأة فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم، جيء بهم عليهم ثياب طلس يعني ثياب متسخة، عليهم ثياب متسخة، دخلوا الجنة وال12 واحد دول ذكرتهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، عليهم ثياب طلس تشخب أودادهم، يعني أنه الودد اللي هو العرق اللي في جانب الرقبة عمال يخر دما، معناه أن هم كأنهم قتلوا، وتأويلها أن هؤلاء سيقتلون، تأويلها أن هؤلاء المجموعة وكانوا في السرية اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون. قالت المرأة فخرجوا منه أو قالت فقيل اذهبوا بهم إلى نهر الشدخ أو نهر البيدد، ده في الرؤية هذا الشيء أنه دخلوا الجنة وقيل لهم خدوهم ودوهم هذا النهر، فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتي بصحفة طبق أو كلمة نحوها فيها بصرة، البصرة البلح أو التمر قبل إرطابه، فأكلوا منها فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة، يعني الصحفة يقلبوها تطلع فاكهة تانية، يقلبوا تطلع فاكهة تالتة وهكذا. قالت وأكلت معهم إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم، دليل على صلاح هذه المرأة أنها أكلت من طعام أهل الجنة. هي المرأة بتحدث وبعد شوية جاء البشير، بعد ما المرأة انصرفت جاء البشير من تلك السرية، إن السرية ربنا سبحانه وتعالى غنمهم ونصرهم. فقال الرجل يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان وفلان، لـ12 واحد اللي المرأة ذكرتهم يعني قتلوا شهداء في هذه السرية. فقال يا رسول الله وذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالمرأة، يعني هاته المرأة. فجاءت المرأة فقال قصي على هذا رؤياك،
يعني ان انت اللي بتحدثنا به احنا عرفناه قبل ما انت تخبرنا به. فقصت المرأة وقال هو كما قالت يا رسول الله، ان فعل الاثناشر وفي دليل على ان هؤلاء الاثني عشر في الجنة، وانهم الله سبحانه تبارك وتعالى قبلهم شهداء بهذه الرؤية اللي اعجبت النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الاحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فخذته فأعدته مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم فلا يحدثن به الناس. يعني الرجل بيحدث في المنام زي ما ذكرنا في حديث سابق انه شاف راسه اتقطعت وراسه زي الكورة بتجري امامه وهو بيجري وراءها، وبعدين جاب راسه راح حطها تاني في مكانها. هنا الرأس لها تفسيرات، لها تفسيرات. قد يكون الرأس الرئيس، رئيس القوم، قد يكون كبير الناس، قد يكون العقل في الإنسان، قد يكون فيها أشياء من التأويلات. فمفارقة رأس الإنسان له المؤولون يأولونها على إن هذا الرأي يفارق نعما هو فيها تروح منه النعمة، أو أنه يفارق السلطان بتاعه، أو يفارق من فوقه، أو يتغير حاله، أو إذا كان عبدا فأنه يعتق، أو إذا كان مريضا فأنه يشفيه الله عز وجل، أو إذا كان مديونا فيقضى عنه دينه. يا ترى أنهي من هذه الأشياء اللي كان فيها الرجل؟ فهنا اللي حيحكي هذه القصة مش حينوب الناس يضحكوا عليه، لما فيش لزوم انك تحكي مثل هذا الشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقفل عليه هذا الباب وقال له لما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. طبعا هو تأويله صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، فإنه ما ينطق عن الهوى. فعلى ذلك كأن الرجل ما فيش فيه حاجة من هذه اللي ذكرها المعبرون في تأويل هذه الرؤية إلا أنها أضغاث أحلام، فلذلك قال له أنه لا يتحدث أحد بهذا. يبقى الإنسان مش كل حاجة يشوفها في المنام يقوم يحدث بها، إلا أن تكون رؤية صادقة فيها بشارة أو فيها شيء يسر به نفسه أو غيره يبقى يحدث بها، غير ذلك لا يحدث بتلاعب الشيطان به. حديث آخر يسوقه الإمام أحمد هنا عن أبي إسرائيل الجشمي أو إسرائيل مقبول عن شيخ لهم يقال له أبو دعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لرجل رؤيا فبعث إلي فجاء فجعل يقصها عليه، وكان الرجل عظيم البطن. هنا كونه يرى للرجل رؤيا يبقى كأنها رؤيا حسنة، وجاب الرجل، وسواء أن الرؤيا رآها لهذا الرجل حسنة ولا غير حسنة فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم صادقة كلها، لما يكون فيها بشارة للرجل أو غير ذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم صادقة. فكأنه بيخبر الرجل بينصحه، فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل عظيم البطن، عظيم البطن يعني بطنه كبيرة جدا سمين جدا، فجعل يقول بأصبعه في بطنه لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك، لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الرؤية قصها على الرجل يبشره، وبعدين نصحه، نصحه إنك بتهتم بالأكل كتير وبتاكل كتير جدا لغاية ما بقى بطنك عظيم وشكلك ضخم جدا، لو كان انفاق هذا المال في غير هذا يعني في غير الطعام والشراب كان خيرا لك. يعني الرؤية تدل على صلاحك، انك فيك صلاح، فكان افضل انفاق المال. صحيح انفق على نفسك بس مش لهذه الدرجة اللي تبقى فيها عظيم البطن ينظر اليك من عظم بطن. قال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. حديث اخر لابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ذكر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما فكرهتهما وأذن لي فنفختهما فطار. ده النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا شاف إن إيديه فيها سوارين من ذهب، كأن كل يد فيها سوار من ذهب. قال رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك كأنه الأمر أهمه وفضع بهذا الأمر خاف من هذا الشيء ده في المنام. قال فكرهتهما وأذن لي، يعني ربه سبحانه تبارك كرهتهما وأذن لي، يعني ربه سبحانه تبارك وتعالى أذن له أنه ينفق في السوارين فطار فطار. قال فأولتهما كذابين يخرجان كذابين، كأن لبس الرجل للذهب في المنام شيء مش طيب، شيء مش طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لبس السوارين من ذهب وهو في المنام
أولهما على أن يخرج دجالان، وكان الدجالان هم الأسود العنسي اللي في صنعاء، والتاني اللي هو مسيلمة الكذاب اللي في اليمامة، كل منهما يدعي أنه نبي، وقتل الاثنان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمسيلمة الكذاب قتل، والآخر أيضا ذكر العلماء أن تأويل الذهب له تأويلات للذهب، ولكن الكثير منها مأخوذ من معناه ذهب ذهب، يبقى كأنه شيء غير ضايع مضمحل. فأولهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيء ذاهب، يعني الددل بتاع هؤلاء مش حيدوم، فنفخهما النبي صلى الله عليه وسلم فطار، فكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مقتل هذين، فقتل الرجل اللي هو الأسود العنسي، وكان كاهنا مشعوذا، قتله فيروز الديلمي في سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيروز صحابي يمني رضي الله تبارك وتعالى عنه، والآخر مسيلمة الكذاب، وقتله أو رماه وحشي اللي هو نفسه اللي قتل حمزة قبل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.